سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاع نهار اليوم. كما حكيت لكم في الفيديو اللي فات، اليوم راجلي عرض صاحبه على الفطور، عيط له قبيل السيد قال له ما نقدرش نجي نفطر عندك في الدار. قال له اسمح لي. ايبا انا قلت له لراجلي، قل له انا نويت مالا نطيب له كونتيتي كبيره تاع الشربه وطاجين الحلو ونشوف كاش ما نديرلو دوزيام بلا، ويديهم يا هو يديهم يا راجل يطلعهم له منين راه هو بويسك راه بعيد علينا. اولا قبل ان نبداو الفيديو، اذا كنتو جداد معايا في هذه القناه ما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. انا من الناس اللي ما نحبش نبارطاجي، يعني خاصه الماكله ما نحبش نبارطاجي، بصح كامل طلبتوا مني وقلتوا لي يا منال واش راكي طيبي في رمضان؟ كما قلت لكم مانيش نطيب انا، هذا هو في رمضان. بصح الشربه انا ندير الحريره، اليوم راح ندير الشربه، فتبعوا معايا الفيديو وشوفوا واش راح نطيب. بصح هنا حضرت لوازم البوراك تاعي، هي بطاطا قصيتها اوندي وحطيتها هنايا في الماء وشويه ملح. انا نحب البوراك التقليدي، نحط شويه زيتون، ثوم، معدنوس ولا فاشكيري، وهذه جبنه مكسيكيه بنينه، ونستعمل هذا الاوراق الديول ملاح هايلين هنايا. نحط البطاطا تغلي ونرجع لكم. قلتلكم هذا اللحم تاعي تاع كوسكو، اللي شافوا الفيديو السابق يعرفوه، نشريه من كوسكو، ماشي غالي ومليح تاع الخروف ومنحي العظم، ما فيهش الدهون بزاف، نحي غير شويه باه ندير الشربه. ماشي مولفه ندير معاكم طبخ، ما نحبش ندير يعني الطبخ، كل واحد وكيفاه، كل وحده وكيفاش تحب تطيب في دارها، كل وحده واش تستعمل لي زيبيس، كل وحده وكيفاه دير. بزاف بصح بنات بعثوا لي قالوا لي شاركي معنا ولو نهار واحد برك، يبان قلت ماشي خساره فيهم، ندير روتين وسمحوا لي ما نحبش، يعني قلت لكم ما نحبش نبين. هادو تاع الشربه في الصوص تاعي، دي الطاوة قديمة مدتها لي صاحبتي أردنية وعجبتني ما نكذبش عليكم، ما قدرتش نستغنى عليها. نغطي البطاطا تاع البوراك ونخليها، نخلي اللحم تتقلى شويه وندير لها كل واحده كيفاه يحب ينصب. انا هذا هو النصب تاعي، شويه ملح شويه فلفل. حل نخليه يتقلى مليح، نغطيه ونخليه. عندنا هذا اللحم، ندير له شويه معدنوس، قلت لكم كل وحده وكيفاه تحب طيب. نزيد الملح والكحل، وسرقت شويه بصله من تاع الشربه، شويه برك ما كثرش. هنا وجدت البطاطا تاعي، هذا البوراك التقليدي
كيبرد نديرو القرماج صافاش كيغير نديرو الجبنة هذيك المكسيكية هنا. هذه هي الشربه تاعنا، ما نحطوا لها لا ثوم لا لي زيبيس، اللحم، ملح، فلفل كحل، البصله، طماطم تاع الحب، وطماطم تاع البطاطا، والفريك والعدنوس والدبشه والكرام. شوفوا البصله واللحم تقول ما تاعهم، ما نحكي لكمش على الشربه كيفاش تجي بنينه. نغمي الطماطم وطماطم كونسونطري. دوزيام بلا هو طاجين الزيتون. دوك نغمي دونك نهرس هذا الفريك كما قلت لكم، اخي وريته لكم المره اللي فاتت، شوفوا كيفاش خشين. كما راكم تشوفوا الشربه مرقتها وحطيت لها الفريك ونقصت عليها ونخليها تطيب اكوتي، وبجيها خلاف ندير طاجين الزيتون. طريقتي في النصيب انا وحده ما نبدلهاش، ديما نحط الفم هو الاول نبدا بالفلفل الكحل، الحاجه اللي جات على يدي، الملح في طاجين الزيتون نحط شويه برك ونغطيه ونخليه يتقلى ويطلق الماء. هاهي تقلى، ما نحكي لكمش، واحد الريحة في اللحم تاع الثوم قول مشوي. مرة ثانية نصبو بالجاج، اليوم دي كونجوليت الجاج، قلت ديريكت نديرو باللحم. قسمتها على زوج، هذه نحطها في طاجين الزيتون وهذه خليتها للبوراك. نحط الزيتون نزيد الزبادية ونزيد الماء السخون. كما قلت لكم نرجع للطاجين الحلو، هادو هما المقادير تاعو. العنب، هذا ثاني عنب بصح كبير ولونه كحل، وهنايا عندي مشماش، اناناس وكيوي، وعندي القرفه، ما عنديش مولفه نديرو بالقرنفل، ما عنديش. هذا درته في الماء السخون وخليته شوفوا يطلق اللون، ما نحطوش هو الاول حتى يطول ما يطيب، بصح كي حطيته في الماء السخون راه يولي طري ويطيب مليح. نحط الماء، ما نكذبش عليكم انا عيني ميزاني شويه سكر، قرفه، يا زبده. كما قلت لكم كل وحده والفواكه المتوفره عندها. اول مره انا ثاني نديرو هكذا، ودرك كيما راكم تشوفوا الشربه قريب توجد. هذا طاجين الحلو او يطيب، الزيتون مازال ما غميتش، ودرك وليت ندير فيون داشي باه نزيد ندير نوع اخر تاع بوراك. ما يقولش السيد دارت لي غير تاع البطاطا ونكاو، ندير له تاع اللحم ثاني وفرماج.
شوفوا الزيتون كيفاش ولا نشف. دوك نرميلو لي بولات. نشوف التليفون هكذا ونغطي عليه ونخليه يزيد يطيب. اللحم هنا قريب يطيب. انا ما نطيبوش بزاف من يبسوش كويسك، غنزيد نقليه من بعد نطفي عليه. خلاص الطاجين الحلو دوك نعصر فيه في القارص. ندير معاكم حبات بيض. شفت الفيديو هذا على بالي شحال يجي طويل. كل مرة وكيفاه نديرو، ساعات ندخلها لداخل ساعات نخليها هكذا. المهم دوك راني نجري بنة واحدة. هذه الأولى. هذاك الفرماج المكسيكي ما درتوش، تجي تقهم، حبيت نديرها سامبل. رجعته للفريجيدير. وهذه تاع البيون داشي هكذا خلاص. لهنا خلاص طاجين الزيتون واجد. نديره لو برك في بورت مونجي ولا في كاش حاجه تاع التقديم. الشربه تاني الله الله نطفي عليها. دونك مازال لي الطاجين الحلو يطيب، زدتلو الماء نشف. والبوراك ها هما قريب نكمل. كي قعدت لي غير شويه البطاطا رميت فيها الفيون داشي، ها هي كيفاش جات. ودرك نزيد نحط فيها الفرماج ونروليهم في ساعه ونروح بويسك. خلاص راه ما بقاش الوقت باه نجيب اياد والياس. هنا راه قريب يطيب، نرمي هادو. خلصت البوراك عاني الجري. هنا وجد طاب كلش. اللي هنا خلاص ها هو طاجين الزيتون. هادو شريتهم من دولار تري. البوراك وجدته وحطيته له يقليه كي يقرب المغرب. وهنايا الطاجين الحلو. لهنا خلصت كلش وانتهينا. ان شاء الله ربي يجعله معروف مقبول. اياد وياسام خرجوا يلعبوا. اذا وصلتوا حتى لهنا نقول لكم شكرا لكم لاهتمامكم. واذا كان كش واحد هنا راه في شيكاغو سيليباتير ولا راه متزوج ومرته راه في البلاد وتوحش ماكله الدار، صاحبك وقيله شرا طوموبيل كيما تاعنا. هاهو شرا تاع شرا هداك تاع الجزيري وقيله الطوموبيل الهايبريد. اه وجا صديق زوجي يدي فطورو. ان شاء الله ربي يجعلو معروف مقبول ان شاء الله علينا وعليكم. قلت لكم اذا كان كش واحد هنا سيليباتير راه يشوف في الفيديو هو مالا شرا طوموبيل كيما تاعك. قلت لكم خليه يدي السيد فطورو ومن بعد نرجع لكم. نكمل لكم قلت لكم اذا كان واحد سيليباتير هنايا ولا متزوج ومرته في البلاد وتوحش فطور جزائري يجي يتصل بيا. دوك نحط لكم انستغرام تاعي هنايا، يبعث لي انس في انستغرام ويجي يدي فطورو. تهلاو في رواحكم، ما تنساوش جيم سبسكرايب.
وحطوا لي كومنتار. مع السلامة، نتلاقاو في فيديو واحد آخر إن شاء الله.